كوكي بليز حبيبتي بشرفك كباية مي. انت مطولة بهالقعدة هيك؟ لأي متى رح تضلك ناطرتي؟ ليكي حبيبتي بلا كباية المي بس بلا محاضراتك هيدا. محاضراتي؟ طلع حالك شوفي شكلك، لك حتى شعرك منك مزبطيه، إذا اطلعتي بالمراية هلأ بتخافي. كارلا عملي معروف مش ناقصني انت بعد. انتو ليه هيك؟ ليه الواحد بس يقلكن الحقيقة بتتضايقوا؟ انت اخر حدا بيحكي عن الحقيقة. شو قصدك؟ ما قصدي شي. بس انت ليش معصبة؟ ولا مفكرتيني قاعدة على السلولار يعني مش منتبهت لك؟ ايه برافو مثل العادة كل ما حدا واجه هيك هربق. ايه جاي تعمل محاضرة عن الحقيقة. ما بعرف ما عجبتني قصة الخاتم. ليش بقى؟ لأنه في شي غريب في شي سريع. ايه معنى شي، هو هيك الحب بيجي فجأة وبيروح فجأة. مين هاد؟ هاي اهلا. هاي نغمة ميديا. شفتك اونلاين، انت انا بجيب درج شوي انا وياكي. ايه اهلا وسهلا. اهلا وسهلا تفضلي. اهلا اهلا. ليك انت عم تحكي مع جوزك؟ حكيت شوي بعدين رجعت اكتب. لا لحظه ما فهمت، اذا انت ما كنت اونلاين على الشات ما يكون حدا عامل لك هاك للبيج؟ لك لا انا دائما بترك الصفحه مفتوحه وقت بكون عم بكتب. بلكي عصلج معي شي مشهد فوت بغير الجو. لحظة لحظة، عصلج معك شي مشهد؟ ليه انت بتكتبي دراما؟ فيك تعتبريها محاولة أولى. عم تمزحي؟ لا ما عم بمزح، ليش رح تكون عم امزح؟ مش عم صدق. هلا انت يعني من بين كل شي عملته ميديا فاجئك انه عم تكتب دراما؟ ميديا حبيبتي ما إلي غيرك، عملي معروف ساعديني يا اختي، انا هون جاهزة بحكي لك اللي بدك اياه. كل شيء مثل شو؟ مثل مثلا قصة حياتي، فيك تعملي مسلسل مكسيكي انا ما عندي مانع ابدا. ايه بس النهاية هندية. هلا انت ما عندك مشكلة انه اكتب عن حياتك؟ وحياتك ما عندي مشكلة، انا اللي بدي افضحه بالراديوات بالتلفزيونات بالاذاعات وين ما كان. بس ويت انا كاتبة حيادية، يعني اذا طلع الحق عليكي بدي اكتب انه الحق عليكي. ايوه انا مش طالبة غير هيك، انا بدي اياك تكوني حيادية، انت اكتبي. ايه معناها تفضلي احكي لنا لشوف. وانا جاهزة احكي. هلا وقت اجى طلبني من اهلي ما رديوا ابدا، ما رديوا. جن كريم جن 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 هدد انه يجي يخطفني من نص البيت، وفعلا جايب يمكن اربعه او حتى خمسه من اصحابه. كان مستعد يعمل حيالله شيء بس تيحصل علي، وفعلا حتى انا كنت حبه كثير مش شوي، بس هو كان يحبني اكثر بكثير. وشافوا اهلي هذا الموضوع ومنشان هيك ردخوا للامر الواقع وتجوزنا. ميديا. ايه لك صحصحي ولو ميديا صحصحي بقى، هلا بلش الاكشن يوم العرس. ليش لساتنا كنا بمرحله الخطبه؟ ليش ما بدك احكي لك عن تفاصيل العرس؟ بلا اكيد. خليني بلشكم موعد الكوفيره، بوع الصبح عندي موعد شعر وميك اب، مبسوطه قد الدنيا. بقر الاستاذ كريم شو يشوفني، وانتم بتعرفوا انه هيدا فيل مش حلو ابدا، ما لازم العريس يشوف العروس قبل العرس وخاصه يشوف فستان عرسها. هلا ليك انا ما كنت مصدقه ابدا بهالخرافات، بس ليك هينا شاف الفستان ولك وين صرنا. ليليان. نعم دكتوره. دخلي المريض اللي بعده. اوكي تفضل. بونجور دكتور عامر. لبالك قعدة المكتب، على فكرة انت احلى دكتورة شفتها بحياتي. في فوت؟ اكيد تفضل.
لقيت انه ما رح يقدر ياخذ من وقتك الا اذا كنت واحد من زباينك. وعلى فكره دفعت الكشفيه برا. ليه ناوي تعمل تجميل؟ اذا شايفه فيي دفو ما عندي مشكله بغيره، بس اذا انت بتساعديني. والله انا شايفه ان عندك دفو واحد بس، ان انت بتحب تلف وتدور وفاكر نفسك قادر تلعب على الحبال كلها. عفوا انا لسه ما خلصتش كلامي، مش انت دفعت معاينه؟ مش عم بفهم عليك. لا اسمح لي يا دكتور، انت فاهمني كويس قوي وعارف ان في سنه اولى طب علمونا الصراحه، وانا الصراحه مبدا في حياتي يعني ممكن اجرحك بس ما اقدرش اكذب عليك. انا عمري ما هكذب على الزباين بتوعي، وانت دلوقتي زبون عندي. حبيت الزبون. وانت رح تعالجيني؟ والله انا لما بلاقي الحاله ميؤوس منها ما بحبش اتدخل. اوف لهالدرجه؟ انت ليه عملت كده في ياسمين؟ شو عملت؟ انت عارف انا بتكلم عن ايه بالظبط؟ ياسمين بنت رياء جدا وحساسه، ما تستاهلش منك المعامله دي. بعدين انا مش فاهمه انت جاي هنا ليه؟ عايز توصل لايه بالظبط؟ عشان اختصر عليك الطريق، انا مش زي ما انت فاكر يا دكتور، انا مستحيل اخسر صداقتي بياسمين عشان خاطر 100 راجل. مين قالك تخسريها؟ ياسمين بتحبك وانت عارف ده كويس قوي، وما كانش عندك اي مشكله لغايه ما عرفت ان هي متجوزه. بس انا شو فيي اعمل بهالحاله؟ هي دكتور عامر جوزي ياسمين سابها ومشي، وباباها ومامتها سابوها كمان، الدنيا كلها سابتها، ما تجيش انت وتكمل عليها فاهمني؟ بس انا خفت بس يرجع. مش هيرجع. شو بأكد لك؟ حتى لو رجع كريم دلوقتي برا حسابات ياسمين تماما. حس حالي حقير. لا خالص على فكرة، انت عملت زيك زي اي راجل، ده من حقك زي ما انا من حقي اقولك الصراحة، انت جيت المكان الغلط عشان تتعالج. طب بتدلينا عشي دكتورة شاطرة مثلك؟ ياسمين ايه ويعني انه شو قال لك؟ انا اعطيته كل المعلومات اللي انت اعطيتيني اياها، يعني اسمه واسم امه واسم ابوه، وبعثت له صوره بروفايله وهو وعدني انه يسالني عنه. والله ميرسي كثير يا ميديا، ما رح انسى لك اياها بحياتي هيدي الخدمه، بدي رد لك اياها باسرع وقت. بدك تردي لي اياها؟ ساعديني لا الصحن تبع ميمي. لك معقول بتكب الصحن اللي جبت لك فيه للضيافه؟ مانك عارفه العلقه بلسانها مش هينه. ما بعرف كيف عملت هيك، اساسا انا كنت نسيانه، لو مو كل شوي بتنط وبتذكرني فيه. معقول نلاقي مثله؟ ليكي معقول انا اكون غلطت انه عملت له قاد؟ قلتك شو ممكن تعمل ميمي اذا عرفت انه انا كبيت لها الصحن؟ واسوأ شيء يعني البلوك. بلوك؟ بلوك الي مش الك. الك؟ مش انت شو دخلك؟ يا الله، لك عم بحكي عن كريم يا عمي. ايه وانا عم بحكي عن ميمي. ما هن وجهين من نفس العمله. والحل؟ الحل بدك تلاقي الصحن. ايه وإذا ما لقيناه؟ إذا ما لقيتي؟ لا حبيبتي بدك تلاقيه. طيب، أنت متذكرة شو كان لونه؟ لبروفايله؟ لك للصحن. قومي خليني بدل تيابي نروح نلاقي الصحن، يلا نروح.